السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ اموركم مزيان؟ صحباتي اخواتاتي، مرحبا بالناس جداد ديالي، وكنقول لكم مرحبا والف الف مرحبا. بغيت نشارك معكم اللحم بالبرقوق، كيجي رائع، والدغميره يا سلام. وانتم معايا، غادي نبداو بسم الله على بركه الله. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، عندي هنايا اللحم كما كتشوفوا، وعندي هنايا البصله والبرقوق وقزبر ومعدنوس، عندي هنايا مقردين، وعندي هنايا ثومه، أربعة فصوص الثومة إلا قديتو ديرو تا كتر. كما كتشوفو مشاهدينا، عندي هنايا قزبر يابس، عندي الإبزار، سكنجبير، الخرقوف، والقرفة ضروري كتماشى مع اللحم بالبرقوق، حتى البرقوق كنديرو ليه فاش نطيبوه. نتوما معايا مشاهدينا، وعندي الملحة، هادشي اللي كنحتاج للحم بالبرقوق. وهانتوما معايا تكون كمية ديال البصلات تكون كثيره، عندي هنايا جوج البصلات كبارين اللي قطعتهم من طريفات صغار بحال هكايا. وها تما معايا مشاهدينا الكرام، تمشيو فين في النصب ديال هاد اللحم هذا. غادي نجيب الطنجره ديالي، نحيد اللحم على الجنب بحال هكا، هنا قزبر ومعدنوس مفرومين والثومه، والعطريه ديالنا كامله، غادي نزيدو شويه ديال الماء، الخر مشاهدينا، وغادي نديرو شويه ديال الزيت، غنصبوه بلا زيت حتى الخر، وديرو شويه زيت العود، نصبه ديال المناسبات مشاهدينا. نجيب واحد الساحل باش نضغمر كل شيء ونحط فيه، حتى ندير العطريه لكل شيء مشاهدينا، اللحم ديالي كامل بحال هكايا، ندخلو بحال هكايا، باش ندخل هاديك العطريه. وهاتو تكتفيو بالخرقوم البلدي بحال هكاك، عجبكم اللون ديالو؟ ما عجبكمش مشاهدينا، كديرو داك الخرقوم ملون. صافي نبقى مستمرة بحال هكايا حتى ندوز الكمية اللي عندي ديال اللحم، ونردو هنايا نيت مشاهدينا. وهانتوما معايا مشاهدينا، تمشيو فين؟ بعد ما دوزت كل شيء، غادي نرد هادو بحال هكايا، وغادي نجيب شويه الماء، مشاهدينا الكرام غادي نسد عليها، تقلى ليا هاد اللحم هذا تيتقلى مزيان، عاد نديرو فيه البصله، وغادي نحضر معكم البرقوق.
كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام ها هو كيطبخ، نمسحها. نقلبوهم اللي لتحت ردوه الفوق واللي الفوق ردوه. كتشوفوا مشاهدينا من بعد ما فتحنا مزيان غادي نحطو ليه البسله هكذا. مغاديش نزيدو ليه لا ما لا والو حتى تقلدنا مزيان و حتى تعسل لينا هاد البسله هادي مشاهدينا. وغادي نسد هذه كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام من بعد ما ديك البصله هبطات غادي نمرقو. صافي مشاهدينا الكرام وغادي نخليه تيطيب وعاد ندير ليه زيت العود او الزيت البلديه. انتما كتشوفوا ما فيه لا زيت لا والو على حسب اللحم اللي كاين، كيكون اللحم اللي مشحم على كيكون اللحم اللي ما مشحمش. صافي مشاهدينا نخليها كطيطه مزيان. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام كنكونوا بدلنا له الماء هذا الماء الثاني ديالو كنغسلوه بحال هكايا حيت كيكون فيه بعض لقطات الرمله او لا شي حاجه. حنا الحاجه اللي غادي نشكو منها نحيدوها يتغسل مزيان. هاد المعلومه تكون مهمه اللي ما كيغسلوش هي كيشلو بحال هكا وحطو الماء. هادي كما كتشوفوا الثاني غسله ديالو نبقى مستمره هكا حتى نوصلو مزيان. من بعد ما سالت الكميه اللي عندي مشاهدينا كنكبو عليه الماء نزيدو زلافه اخرى ونخليوه يطيب. ما غاديش نديرو معاه الا واحد القبيصه ديال الملحه ونخليه يطيب حتى يطيب وعاد ندير فيه السكر او العسل اللي عندكم. وانتم معايا مشاهدينا ما تمشيو فين، غادي نزيد له الماء وندير يطيب. صافي هاد الكمية هادي منزيدش عليه ونسقط عليه البوطا. صافي مشاهدينا نخليوه يطيب هكايا ويكون البوطا مهيلة ونسد عليه بشي غلاقة ونخليوه يطبخ. وفاش يطبخ لنا مزيان وتا نشوفو هاد الما مشا ينشف وعاد نديرو ليه السكر ونديرو ليه القرفة. وهانتوما معايا كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام طاب مزيان بحال هكايا. باش كنقلبوه كنلقاو طايب كنديروا شي طبات ديال السكر او سنيده الا عندكم. انا عندي السكر هنايا بهذه الطريقه هذه مشاهدينا الا عندكم السكر. صافي ونخليه تيتعس مزيان. صافي غادي نسدو عليه ونخليه حتى يتعس مزيان ونطفيو عليه.